عيشي جيم على ام دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم عيش الجيم، البرنامج ديال التقصاب والعاب الفيديو. من بعد ثلاثه الحلقات على فيفا 19 جبنا لكم هذه السيمانه واحد لوجو داير لو بوس في العالم وحتى في المغرب. ما بقاوش الناشط ديال السمارت فون ديالهم بزاف ديال الوقت على قبل انستغرام ولا ريزو سوسيو، ولكن باش يلعبوا بابجي موبايل في القهوه في الطوبيس في الدار فين ما مشيتي غتلقى الناس كتقصر. غيكون معنا باش ندويو على بابجي موبايل يوتيوبر ويوتيوبرز ديال الجيمين ميستر بانيشر وكرومورا. غيكون معنا الرابر الجراند دي توتو. نديرو سكواد بربعه ونشوفو واش نقدرو نجيبو لوين. تليفونات مشارجين، الواي في طياره، كل شيء واجد. طلع اخويا الجينيريك نبدا. نبداو مع الفقره الاولى ديال تعلم الجيم، واللي غادي يعلمونا ديزاسيس هما ميستر بانيشر وكرامورا. مرحبا بكم معنا. الله يبارك الله فيك. شكرا. شنو كديروا من غير الجيمين؟ شنو هو الدومين ديال الخدمه ولا ديال القرايه؟ انا خدام بوس الكتريك. بوس الكتريك انرجي رونوفلاب بارك يوليا. وانت كرامورا؟ انا ريسبونسابل ديفلوبمون كوميرسيال. تخدميني معاك؟ مرحبا. الله يبارك فيك. كتلعبوا بابجي موبايل ولا كتلعبوا في البي سي؟ دونك شنو هي بحال بابجي موبايل بحال بابجي بي سي، ولكن انا كنلعب غير في بابجي بي سي. حيت صراحه خرجت هي الاولى ولفنا. هي الاولى هي اول واحد كنت كنلعب فيها من الاول، هي اول باتل رويال. لا كاينه اتش 1 زي 1 ومن بعد جات بابجي هي اللي جات اللي كنتكلم فيها. انا وصيتكم توجدوا لنا ديزاستوس زوينين دونك وجدتوا لنا مشينا. قبل ما نبداو لي زاسيوس نبغيكم تشرحوا لنا تفهموا الناس اللعبه ديال بابجي كيفاش دايره. بابجي هي واحد الباتل رويال اللي الكونسيبت ديالها هو كتكونوا بزاف ديال الناس 100 واحد بالضبط اللي كيطيحوا في واحد الماب اللي كتختار، والوبجيكتيف هو انك تبقى انت عايش انت الاخر. تقدر تلعب سولو، تقدر تلعب اون سكواد، وكل ماب عندها السلاح ديالها، وضروري خص واحد اللي يبقى في الاخر فهمتي. وكتكون واحد الزون ديال الغاز، ولا واحد الغاز كيقتل بنادم ما خصكش تبقى في واحد المده طويله في الغاز والا غادي تموت فهمتي. وهذاك ديك لا زون كتبقى غادي كتجمع في بنادم، كتجمعوا في واحد البلاصه اللي مضيقه بزاف، يعني بحال كتدفع كل شيء لواحد البلاصه باش كتفرص عليهم باش وهذا هو اللي كيخلي الهجوم ما طويلش بزاف. ما طويلش بزاف حيت ضروري، حيت الا بقات برا كل واحد غادي يبقى بلاصه وكل واحد شاد بلاصه وما بنوا ما فوقش فهمتي. ما غاديش يبقى يمشيو يدوروا الماب كامله باش يقلبوا على بعضياتهم. دونك نبداو مع لي زاسيس. شنو هي اول اسيس اللي غادي تعلمنا؟ كاين واحد الحاجه اللي كنشوفها بزاف كيديروها الناس اللي يلاه بداوا الجيم. اون فوا كيبان لهم شي واحد، غير كيبان لهم شي واحد كيتيروا فيه، يعني ما كيفكروش يقراو شنو كاين في السيتياسيون. مثلا شي واحد غادي هكا بحال شي دار وغادي يدور مع الدوره، خاصك تسنى هو يتيري فيه. لا ماشي تسنى هو عطيك بالدار، انت شفتيه انت الاول شفتيه هو مازال ما شافكش، يعني انت عندك افونتاج. الا تيريتي فيه هو غادي يدور مع الدوره، غادي يعرفك، غادي يفضح راسك على والو. يعني خذ الوقت ديالك، شوف سير ضرب ليه الدوره، ولا شوف الا بان لك شي بلاصه احسن بدل البلاصه. قدرت تبان لك شي بلاصه تيري فيه، المهم خصك تكون متيقن بالله الا تيريتي فيه راه غادي طيها يعني ما تزربش. شنو هي لاسيوس الثانية اللي غادي تورينا شي معاك؟ لاسيوس الثانية عاوتاني هي واحد شوية اللي هي لاغمور، يعني الديفنس ديال البلايرز. كاين لافيست وكاين الكاسك، جوج الحوايج. هذوك الفيست والكاسك فاش كديرو كيضربك شي واحد كيابسوربي هذاك الدامج، وكتبان لتحت كتبان بانه كتبقى واحد اللعيبه حمراء كتبقى تطلع 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 تطلع. فاش كتوصل الماكسيموم كتحيدو، ديك الساعه كيبدا ياكل لك في لاباغ اش بي ديالك انت، يعني هادشي اللي كيوقع. فاش كتكون انت مثلا هاز واحد لافيست نيفو 3 كتقول صافي انا راه هو الواعر، مابقاش واحد غيطيحني. كيجي واحد كيبدا مثلا كيضربك مزيان وكتقتلو، كتلقى راسك بانه هذيك لافيست كلات العصا فهمتي، ما بقاتش زعما تقدرش تبدلها تحت شي وحده اخرى في الطريق. نورمالمون احسن حاجه دير هو انه هذيك لافيست تبدلها. اذا لقيتي مثلا شي وحده نيفو 2 ما تقولش لا راه هذه نيفو 3 نخليها احسن من نيفو 2، لا نيفو 2 جديده احسن من نيفو 3 وكذا. شكرا كرومورا، شكرا مستر بانيشر على كاع هاد لي زاسيوس اللي عطيتونا. لي زامي السيمانه اللي فاتت فاش كنت انونسيت لكم باللي هاد الحلقه غادي ندويو على بابجي موبايل، وصلونا بزاف ديال لي كيسيون من عندكم. دونك نمشيو نشوفوا لا كيسيون الاولى. كنشوف بزاف الفيديو ديال لي هاكر ديما راه، واش نقدرش انا شي نهار نربحهم ولا صعيب؟ دونك اسمع شي لا كيسيون كيدوي على لي هاكر، واش بوسيبل نربحوه؟ هذا المشكل ديال الهاكرز كاين في اي جيم فهمتي، ما صعيب وسيتو الجو اللي كيكون فابور الهاكرز كيكونوا بزاف، كيكون عندهم دي بوفوار ما عندش لي جوار عندهم. كيكون عندهم الحيط، المهم كاين بزاف ديال الحوايج كتكون في الدار وكيشوف في الدار كيشوف كل شيء. شي واحد كاع برو كيكون برو بزاف، بعض المرات كيقتل الهاكر. ولكن خصك تكون برو ويكون عندك عاوتاني شويه ديال الزهر. ميرسي خويا البشير. دونك دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كيسيون الثانيه ديالكم. السلام عليكم، بغيت نسولكم شنو هو احسن سلاح في بابجي؟
كومورا شنو هما احسن الاسلحه في ببجي؟ الاسلحه في ببجي كيكونوا بحال قلت دي كاتيجوري، كاين سنايبر رايفلز، كاين اسولت رايفلز، على حسب كل واحد ولاش كيصلح. انا بالنسبه ليا كيجيني احسن هو انه الانسان يدير اون كومبينيزون ما بيناتهم جوج، يعني يكون عنده جوج ديال السلاحات اللي جامع بيناتهم، واحد اللي غينفعو في البعيد باش يسنايبي شي حد الا شافو من بعيد، وواحد اللي غينفعو في شنو نقولوا الميديوم وكلوز رينج. يعني الا كان غير قريب لك بشويه وما بعيدش عليك بزاف اللي خاصك ضروري شي سنايبر رايفل ليه. انا مثلا بالنسبه ليا كندير ديما واحد لا كومبينيزون ديال الكار على ود الناس اللي بعاد، وديال الام 416 على ود الناس اللي قراب. لي زامي باقي كتفرجوا فينا في الحلقه ديال اليوم ديال عيش الجيم، باقي دابا واحد شويه غادي نستقبلوا طوطو باش غادي نقصروا معاه شي بارتيه في الفقره ديال فاس فاس، ولكن قبل غادي نمشيو نشوفوا اخر اخبار عالم العاب الفيديو في الفقره ديال افسك. عشاق لعبة فيفا وفرحانين بزاف بلا فيرسيون جديدة ديال فيفا 20. فهاد المود تقدر تكريي لو بيرسوناج الخاص بك أو تلعب بشي لعب. تقدر تلعب في بزاف ديال المدن في العالم بحال طوكيو أمستردام أو لندن. وبالنسبة للتقصار سوا ديرو ستوري مود أو لا ليغ مود، درتو كلشي ونسيتو غير حلومة أو تقاشر. من العام اللي فات وبزاف ديال لي غومور كيدورو على لا سوغتي ديال بلاي ستيشن 5، حتى خرج لينا مارك كيرني انجينيور كبير في الصوني واللي قال في واحد الانترفيو ان البلاي جديد غادي تكون فيه اخر ماكين في لي كارت غرافيك، وغيكون فيه ديسك دور اس اس دي اللي سريع بزاف وغيهنيكم من السكرين ديال الشارج، وغتكون فيه كارت صون جديده 3D. البلاي جديد غادي يخرج العام الجاي وغيوصل الثمن ديالو تقريبا ل 5000 درهم. مزال وصلنا الفقرة ديال فاصا فاص اللي كنتسناوها كاملين، حيت فيها غادي نقصروا شي بارتيه، غادي نستقبلوا واحد الرابر مغربي اللي كتعرفوه كاملين، الرابر اللي كيقول هاد لافيدا بحال شي جيم كنلعب فيها كيف ما بغيت، ال جراندي طوطو مرحبا بك معنا. مرحبا بك معنا سي طه. نورتينا شرفتينا، اليوم جبتي لنا اللبسه ديال بابجي. ليفل 3. ياك ليفل 3. جوج. غادي تكالي عليك شويه الضربات. انا يلاه بادي اخويا، انا سي بابجي لعب شي مره. مرة واحدة، هذه المرة الثانية. هذه تكنيك مون بار، مرة ثانية. مستر بروناشن. غادي يكون معنا بيان سور، كتعرف شنو هذا؟ فايت في البلانات ديالو، جو جونفي دي تخيك سيركولي. خويا انت يا يوتيوبر ديال الجيمين، شنو بان لك ندخلوا دابا في شي ماتش ياك؟ نجيبوا الوينة الدراري. مشات. غنربحوا ياك. حاول. انا في الكلام. يلا تعبنا. مشينا. اليوم غنربحوا الدراري. القائدة ديالنا هي شيماء. هاد البلاصة مزيانة، خليك لتحت غادي. كلشي يهبط على الحرب. ميشا. شتي الله يسر دبر لقد دبرنا عليها بمجموعين الدراري. شكون اللي كان كيتشي حنايا أنا غنهرب أنايا. أنا هربت. ناري صافي. شي واحد يجي ريفايفيري. شي واحد يجي ريفايفيري. مت. صافي مت. مشيتي. والله إلا مشيت. إخوان الحق عليكم. غادي نوريكم واحد اللقطه في ببجي اللي دايره لو باس في العالم، واحد الدري كيفاش غادي يسوفي صاحبو باش ما يموتش. اوكي صافا نشوفو. دابا راه شاف صاحبو في الخريطه غيموت. واش جيم سبيد؟ لا كيهضر مع صاحبو. اه راه كيهضر مع صاحبو اللي راه حدايا. شوف كيفاش غادي ينزل داكشي ديال السينما. سينما هذه والله العظيم. شتي هذه اللقطة فاش كيطيح على رجليه ما كيبقاش يأيمي مزيان. شوف هذه اللقطة، شوف هنا ما ماتش. تيرافيه ما ماتش. تيرافيه وباقي مازال هابط. باقي هابط تحت. هي صعيبة هذه باش تدير. صعيبة صراحة. وما كملش حتى ريفايفا صاحبو. لي زامي إلا عندكم حتى نتوما لقطات أونغوجيستريتيهم، كنتو كتقصروا ببجي صيفطوهم لينا أو لأي جو واحد آخر صيفطوهم لينا ونشوفوهم الحلقة الجاية مجموعين. دابا غادي نمشيو نديرو شي بارتية ثانية الدراري. هاد المرة ما نخسروش. يلاه سخنا يلاه. غادي نلانسيو البارتي الثانية دابا. مشات. طوطو هو المتزعم
كتسمع شي حد؟ كاين شي واحد. كاين بنادم والله. انا وكيتي بي بيجي شي واحد. شي واحد داك القريب ليا يجي مازال ما دايرش لي حنا. شي واحد شي واحد تبعني واحد خون. انا واحده واحده. واو واو غير موت غير موت. داوني واحد. لا صافي لا 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 قلت شي واحد برقاش عليه صافي العز ما تشوف جوج صافي كتب قلت له بانيولا 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 غادي نطلعوا فيها نتصوبوا وانا نورمالمون نقدروا نركبوا في هذه كامله شكون اللي ساك الطوموبيل الدراري انا كل كثير خلي الدراري تسنى تسنى الدراري طلع تاع شي ما طلع بغيتي لي هو صايق ممكن لا وايلي المهم تاع الطوموبيل وهربوا الدراري لا مايتي I'm going to go to the house. كلاسيك باقي 51 واحد اللي كنلعبوا ضدهم دابا ياك هادي باغي شي واحد نشدو انا عندي ام 416 والله الفراق وجهي باغي تركب عاد ما يدير عليه الايم دابا ما غتسمع دو 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 ما يفهمش الصراحه انت كي دي شارج لي التليفون او دراري شحال حدايا انا معاك مدام دير طفلي التليفون ترى طفلي التليفون وقيله قتلت واحد ولكن واحد اخرين كاينين شي التليفون قبيله كان ميستر بوناشر كروم وراه كيعطيونا لي زاسوس ولكن ما تنساوش احسن اسوس باش تلعب البابجي هي يكون حداك باور بانك احسن اسوس بقيتي انت وشيماء كيتيري فيك وين انت وشيماء حنا حاولين الدراري جبتوني بدا شاركت التليفون خلي ما يمكنش فينك فينك اه سيري ريفايفي انت الوحيد اللي تقدري تسري ريفايفي فين راك توتو انا شوف فيه توتو جوج توتو جوج اوكي شكرا لك بزاف تري غران بليزير نعاود نطحشي نهار ياك ما بغيتش نعاود تري غران شكرا بزاف شيماء كتقصر مزيان ياك واش تخايب بعدا راه تعاودوا ترجعوا مره واحده اخرى عندنا ياك حنا درنا شي جو واحد اخر عرفنا عليكم اي حاجه كانت مرحبا اللي جات مرحبا جو قديم جديد اللي كان اللي جات بسم الله ياك داروا شي حاجه دابا من قال دوك فورس نيجي توا غايعيط عليه يعني اللي جات شوف جيم اس فري جيم شكرا بزاف طوطو شكرا شيماء شكرا مستر فناشر لي زامي كنشكركم بزاف على المتابعه ديال الحلقه كنتمنى انها تكون عجبتكم خليو لينا لي كومونتير ديالكم واقترحوا علينا لي جو اللي لعبوا فيهم السيمانه الجايه اذا كنتو كتفرجوا فينا في يوتيوب بالرجوله غادي تخليو لينا سبسكرايب اذا كنتو في فيسبوك غادي تخليو لينا لايك بسلام عليكم وعيشوا جيد هذا البرنامج قدم لكم من طرف لايم دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه ام دي جي اس نربح الرياضه